بصمة كويتية يسلط الضوء على أولئك الأشخاص الذين وضعوا أسماءهم في سجل مشرف تتحدث عنهم الأجيال جيلاً بعد جيل، يفخرون بما قدموه للوطن، ونسعد نحن بتسجيل تلك البصمة الكويتية. فؤاد جاسم أبول من مواليد منطقة شرق عام 1950، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الصباح الابتدائية، ثم واصل دراسته في مدرستي الصديق والمباركية، وفي عام 1967 تخرج من الكلية الصناعية والتحق في سلاح الطيران متخصصاً في هندسة الراديو والرادار، وفي عام 1977 تفرغ لأعماله الحرة. وقد أصبح فؤاد أبول محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها التي توافدت إلى الكويت لرؤية مدى حقيقة وجود مواطن في دولة الكويت يقوم بتربية نمور في منزله الخاص تلقى كل الرعاية والاهتمام. وفؤاد أبول يعتبر حسب التقويم الصيني من مواليد برج النمر. محمد، ايش اللي خلاك يعني تختار تربية النمور عن باقي الحيوانات؟ في سبب معين؟ ما كان في تخطيط مسبق اني انا اربي نمر او افكر اني اجيب حيوان مفترس بالبيت. صدفة لا اكثر ولا اقل. ام محمد، يوم ابو محمد الاخ فؤاد أبول جاب النمور الصغار بالبيت اول مره، تذكرين شنو كان رده فعلك؟ يعني انت معروف انك تحبين تربيه القطاوه الجميله الحلوه، لكن هالمره جاب نمر صغير وقطه بالبيت، شنو كان رده فعلك ام محمد؟ يعني استانسنا، مو بس انا حتى العيال. اي يعني شيء قريب عندنا ومستانسين، حتى قمنا نطلعها نوديها كل مكان. إيه؟ نزور كل مكان نروح نوديها معنا، مستانسين فيها. يعني ما كانت يعني انه والله حيوان مفترس خفتي على عيالك او شغله يعني من يعني ما طلعت يعني التفكير هذا؟ لا، كانت صغيره ما كانت يعني احس انها هي مفترسه ولا شيء مثل القطو. اي هي قمنا نلعب معاها ومستانسين معاها، بس ما حسينا. بس نعم. الحين يوم كبرت تبين يعني اول. نعم. شيء ما بينت. نعم. ابو محمد، اول شيء جبتوا مايكل ولا ثريا؟ هو ثريا. ثريا. وقبل ثريا كان عندنا واحد. اي قبل ثريا بس كان شويه كبير، وحاولنا ان يعني نهديه ما قدرنا، لان جاي من ناس يعني شويه كانوا مأذينا او مخوفينا، فخفنا على ثريا ان تاخذ من طبيعه هذا، فانجبرنا ان نوزع يعني، لان المعروف ان الحيوان لما يكون هادي تحطه مع حيوان يعني مثل بني ادم، شلون بني ادم يكون هادي تجيب له ربع السوء، وهذا يختلف نفس الشيء. نعم. فانا خفنا على ثريا تختلف. نعم. اي سنه بدات تربيه مايكل وثريا تذكر؟ 92. اول كانت ثريا بعد كم مده جبته؟ جبنا مايكل عقبها بست اشهر لما شفناها كبرت شويه. ايه؟ تعلقنا فيها وهي تعلقت فينا، يعني ماكو مجال ان نخليها، وهذا فيبي لها ذكر بالمستقبل، فخططنا على اساس انه يبنى ذكر، ويبنى مايكل من لندن يعني بعد اجراءات وبعد سين وجيم وودينا لهم افلام وراوين، يعني عمليه وايد طولت على ما يبنى مايكل، ويبنى كنمر يعني ركب الطياره كنمر ودخل الكويت كنمر، ونمر عادي عندي شهاده من بريطانيا باني انا اقدر اخذ منهم اي حيوان ودخل اي حيوان، يعني علاقات جيده معهم. نعم. أم محمد، متى حسيتي يعني بعد مرور كم شهر من وصول مايكل وثريا حسيتي انهم صاروا جزء من البيت، جزء من العائله، وبديتي تهتمين فيهم وتدارينهم اكثر؟ شوف، اول شيء ثريا يعني اللي اهتمينا فيها اكثر،
لان هي قعدت عندنا فتره اطول من مايكل. اهتمينا في ثريا اكثر والصبيان تعودوا عليها اكثر، يعني كانوا يحبونها حب ثريا اكثر من حب مايكل. اي لان متعودين على ثريا ومعانا على طول، حتى الخدم وهذا كله معانا، يعني بالحوش هي تمشي تطلع لمده 6 اشهر وهي تمشي معانا وتطلع، يعني اوديها البار، حتى ان الناس قامت تطالعنا انه نوديها معانا البحر واجهات اوديها معي. بس بعدين شويه اللي تحاشينا يعني، وعرفنا انه هو صار حيوان من بعد السنه. نعم، بعد سنه فكرت انكم يعني انكم تبنون قفص يعني بالبيت؟ لا لا، هو القفص مبني من اول يعني، اي لكن لازم تكبره لهم و خلاص يعني تخليهم في مكان آمن، يعني هم مو قضية إن راح يفترسون أحد أو لا، هم قشمرتهم ولعبهم وزنهم وجسمهم يعني ممكن يسوي يعني ولو إنه ما صار يعني، لكن إحنا نخاف إنه يصير يجرون أحد أو شيء سبحان الله. فاحتياطاتنا الأمنية يعني ولو إنها ما تستاهل هالكثر، لكن إحنا لازم نحتاط الشيء هذا يعني. نعم، إنه بالتالي هذا حيوان يعني. نعم. ام محمد خلاص يعني مايكل وثريا صاروا جزء من البيت، شلون اهتمامك فيهم بحيث يعني صغار ما عندهم ام يرضعون منها وشغلات كذي، شلون انت يعني قدرتي تكبرينهم يوصلون الى هالمرحله هذه؟ ثريا اول ما يبناها كان عمرها 40 يوم يعني ترضع. اي قمنا نرضعها، شلون نرضع الياهل الصغير، قمت ارضعها وقمت البسها حفاضه، يعني شفت الياهل الصغير حتى لما اطلع مكان معاي الجنطه مالت الاطفال والحليب والمميات، يعني سويت لها مثل الياهل. نعم. ايه ورضعها شلون مع البسكوت اعطيها، يعني نفس الياهل الصغير، حتى قمنا نشربها الماي القريب. نعم. ايه عشان نخاف لان الحليب يجيب لها يعني هواء ببطنها غازات. صح. قمنا نشربها ماي قريب يعني نفس الياهل. نعم. وقامت اذا صار فيها حراره ولا عيونها نقط عيونها نقط مال الاطفال نعطيها بنادول، يعني مال الياهل كل شيء مال الياهل. حتى بطنها اتذكر مره كان فيها غازات دهناها بفوكس مال الاطفال، دهنا بطنها يعني. نعم. مثل الاطفال الصغار يعني. متى يعني نقدر نقول مثلا فطنتوها يعني على الحليب؟ يعني مده سنتين. سنتين اكثر. سنتين. اي بس اللي فطمناها من مميه. زين، شلون طريقه تحضير الاكل لهم يعني كحيوانات يختلفون عن باقي الحيوانات الاخرى يعني؟ شوف بالنسبة حق الأكل، الأكل لهم مواعين خاصة طبعاً، تتنظف وتتجهز وتتعقم، لأن نتحاشى الجراثيم نتحاشى البكتيريا، يعني نحاول كثر ما نقدر يعني على حد استطاعتنا، وأكلهم يكون فيه شيء منه مطبوخ شيء منه علب وبسكوت وبيض وريول دياي، ريول دياي تكون منظفة ومغسولة تمام ومطبوخة عدل، وبعدين ينشال أظافرها، لأن كل لأن ريل دي آي أساس العظم أساس الكلس، إحنا نعطيهم كلس كحبوب، لكن لما يكون شيء طبيعي يكون أفضل، لأنهم ما يأكلون لحم، يعني تأخذ ذبيحة مثلا تعطيهم إياه وتعطيهم فخذ أويد ما يجسونها ولا يحركونها، حتى لو يكون مطبوخ إلا مقصوص تعودوا كذا. المعلومات هذه العلمية الدقيقة عن التغذية أبو محمد اللي قاعد تتكلم عنها من وين حصلت عليها يعني؟ والله بروحي، والله بروحي، لأن أنا أتذكر مرة حاشهم مرض كان يعني حاش مايكل تقريبا أكثر من 20 يوم، إسهال يعني كرمك الله بشكل فظيع. أنا في اللي اتصالات برا ويتصلون فيني وحاشوني، اللي يقول لي كذي اللي يقول لي كذي، أنا مشيت على هواي ما غيرت الأكل. يعني في ناس قالوا لي غير الأكل، وتغيير الأكل عموما وأنت أنت 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 مع لما يكون معك تكرم إسهال وتغير الأكل يسوي إسهال أكثر. أنا خليته على الأكل نفسه، خففت الأكل، قمت أعطي مضادات أو اللي يمسك البطن، قمت أعوضه في 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 الماي اللي يعطونه عموما حق الاولاد. حق الاولاد اللي لما يحوشهم اسهال يعني قمت احط له، لان اساس يكون في مواد يعني الكليكوز، احطه في الماي تقريبا يوميا، احط له 6 علب او 8 علب لان هذا يجيب النمل بسرعه، فانا مجبور اني كل ساعه اغير التب مالهم احط له ماي. وتقريبا استمريت على هذا مده شهر،
يعني اللي اتصلوا فيني من اوروبا هذا قالوا لي انت يعني شيء عجيب اللي سويته. عموما يعني صار اسبوعين خلاص ينشف جسمه ينشف هذا يروح ينتهي يعني ما 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 يعيش. نعم. خاصه النمر هو صحيح انه مثل ما تقول ضخم وحيوان لكن وايد حساس جدا حساس. ابو محمد قاعد يقول 20 يوم انه اصيب مايكل بمرض. تقولي لنا اذا امرضه مايكل وثريا شنو يصير داخل البيت عندكم؟ عندنا حاله طوارئ. أي. يعني كلنا مرضى مو بس انا وياه كل الصبيان. يعني ها ايش فيها ايش صار يعني حتى لو يطلعون تصون تليفون ها صار شلون سوريا يعني عندنا حاله طوارئ يعني. نعم. سوريا بعد صارت مريضه اخر ياهل اللي جابته يعني تعبت حيل اخر واحد. نعم. ويابته يعني ما شاء الله كبير وكان مستعرض ظلت 10 ايام ما تاكل ونايمه يعني كلش ما تصحى يعني واحنا يعني على طول 10 ايام قاعدين معاها بالقفص. انا بالليل وهي الصبح. نعم. يعني جابلينها يعني لان أيوة. خلاص خفنا عليها يعني مع ان احنا قاعد نساعدها بالولاده بس بروحها قبل لا الطبيب باربع خمس ساعات ولدت ولا كان شقه بطنها كان يسوي لها قيصريه يعني. نعم. هذا يجرنا الى حديث ثاني. ام محمد تطرقتي للولاده يعني انت تعتبرين اول امراه في العالم تدخل الى قفص نموره وتولد نمره. ام محمد ما خفت يعني ما يعني جاتك رده فعل معين انه خاصه وانه يعني هذا من الاساس يعتبر حيوان مفترس وفي حاله حرجه. هل فكرتي مثلا انت اخذت احتياطات معينه ولا بطلت القفص ودشيت وصرت تساعدين ثريا على الولاده؟ يعني الوحده لما تولد بنتها يعني ايه؟ في اماكن يولدون يعني الام تولد بنتها في حاله طوارئ. الام البنت يعني شو اقول لك وقت الولاده يعني لو بتطق وقت ولاده. نعم. وانا شفت سوريا يعني ما اقول لك اني انا اقوى امراه اقول لك يمكن احن امراه. نعم. يمكن ايه؟ انا يعني اقوى امراه اني انا اطقهم وهذه الوحده القويه بس اقول لك اني انا بحنان. نعم. بيني وبين سوريا كلام بحن بحب يعني ما خفت منها يوم دشيت يعني هي حيوان مفترس يعني اقل شيء اقل ضربه تضربني فيها تشقني هي صح. تذبح فيل يعني بيتها تذبح الفيل مع انه يعني ولاده وطلق وحالتها حاله يعني اقل شيء تمسوا فيني والله استجابت معاي وانا امسح على بطنها حتى يوم طلع الياهل حتى الديايله من يطلع فريخها لما تجيسه تنقدك هي انا شلت القشاء منها وشلت البشيمة منها وساعتها بالولادة حتى طلع الياهل وأنا ساعتها بطلعة الياهل الحمد لله ما في أي شيء. ابو محمد هل العلاقه تعتقد اهتمامكم يعني اللي نقدر نقول يعني فوق المعدل الزايد نتائجه ان صارت علاقه ثقه بينكم وبين مايكل وثريا ثقه تفوق الخيال اقدر اقول لك يعني الحيوان عموما خلنا في مجالنا اللي هو الحيوان لما هو روح لا كبرياء ولا شموخة يمرض يعني أنت تحط لك حيوان لازم تعرف شلون تعامله لما بي ينام لما بي يأكل لما يمرض أنت تعزز ثقتك فيه من خلال المعاملة شلون تعطي أكله شلون تنظفه إذا ما يبي يتغشمر معك أو ما يبي يلعب توخر عنه تريحه ما تجرح كبرياء ما تقسي عليه حتى بالكلام لازم تكلمه مثل الياهل خلاص هذا مهما كبر هذا ياهل حاسين بالشعور هذا معه تعامله معاملة الياهل
الياهل مخه يبي كل شيء مثل السلطان، يبي كذي يبي هذا. الحيوان كذي لازم تعامله كذي. حتى الضنا لما يكبر يتزوج هذا تحس انه هو تو صغير. حتى نعم. سوريا يعني احنا شايفينها الناس تشوفها انها هي كبيره، بس احنا شايفين توها صغيره مثل نعم. القطو الصغير يعني احنا نشوف. نعم ابو محمد قاعد اشوفكم يعني انت ابو محمد تكلمون على ثريا اكثر من مايكل، هل معناته ان مدلعين ثريا اكثر؟ هي البنت مدلعه اكثر. اي لا مايكل يعني معاه احنا على أي. طول، بس مايكل ما يحب الدلع. اي محتفظ برجولته كبرياء يعني. ثريا تحب الدلع يعني أي. انا اكلمها كلام هي ترد علي نفس الكلام اللي انا اكلمها يعني بينها كلام ترد يعني بس مايكل شويه خشن رجل. نعم ام محمد الحين انتوا داشين البيت مايكل وثريا بالقفص، اذا بطلتوا الباب تحسون انهم يحسون فيكم يعني؟ اي طبعا انه مثل يقومون او يصدرون صوت معين. مو بس الباب ان ندش احنا سيايرنا لما توقف يحسون فيها يعرفونها واحده واحده. اذا في سيايير من برا توقف شوف ثريا ومايكل يعني يبين عليهم انه في احد يعني. اما سيايرنا واذا احنا مارين حتى برا عارفين ان احنا هذيل اهل البيت. نعم. تعودوا على نظام معين مثلا والله الاكل مثلا في الساعه الفلانيه يطلعون برا مثلا نظام معين؟ بالثانيه سعد بالثانيه عارفين متاكلهم، عارفين شلون يصرفون، عارفين متحمام، عارفين كل شيء. اي بالليل اذا نمتوا يعني متى يعني تروحون يعني مثلا في مره مثلا ام محمد مثلا انت الاحساس هذا حسيتي مثلا انه ما يكون ثريا يبونك او الساعه 1 بالليل 3 الفجر طرحت القفص يعني حسيت انه مثلا يعني في شغله معينه او يبونك او يعني من هالاحساس؟ في اوقات ان ابو محمد يكون في القفص يعني بالقفص هو مع ثريا يعني ابو محمد يجي من الديوانيه متاخر في اوقات هو قاعد بالقفص ان احس انا يعني بدون يعني احس ان ثريا تبيني اروح لها شوف يعني امنا اروح لها يعني مستانسه مثل الواحد شو ايه يعني الواحد جاي حق ولده ومستانس مستانسه يعني انا اقول لك بعض الاوقات يعني مو على طول بس احنا على طول يعني بالنهار معاه بس بالليل الساعه 3 4 من الليل على حسب. سؤال الجماعي حقكم الاثنين مايكل وثريا يعني حبكم لهم يعني خذوكم من بعض الارتباطات الاجتماعيه مثل والله ام محمد عندها عرس اليوم حست ان مثل ثريا مريضه او ابو محمد والله عنده ارتباط اليوم كنسل عشان حس ان مثل مايكل وثريا بحاجه لوجودهم من فيهم شيء معين ما اثر الشغله هذه عليكم؟ لا في اوقاتهم هم ثريا ومايكل يعني لهم اوقات وفي اوقات حتى لو انا عندي طلعه يعني لازم اوجبهم هم بعدين حق طلعتي. ايه يعني الوحده اذا عندها ياهل صغير اول شيء ترضعه وتبدله وتلبسه وتخلي وتنومه بعدين تروح حق طلعتها. انا نفس الشيء شكل اكل ثريا واغسله هذا بعدين اذا عندي اماكن برا ولا عندي شيء ارفع. نعم اول شيء هم. تولعكم ابو محمد في مايكل وثريا هذا يخليكم مثلا قليل السفر برا تشتاقوا لهم يعني؟ السفر بالصيف. أي. وفي عندنا شخص احنا يعني احنا اصلا نظام القفص اي شخص يوكلهم من برا ويغسلهم وينظفهم بدون ما يدخل داخل. أي. احنا مو حاطين عشان السفر ما سفر حاطينه لو انه لا سمح الله صار شيء ما ندخل لهم او شيء نقدر نوكلهم من برا ونغسلهم من برا بس هم تعودوا انه ما يكون الاكل يا مني يا من محمد يا من ناس قلائل جدا يثقون فيهم ما ياخذون الاكل من اي واحد. احنا عندنا واحد معلمين على هذا بس هذا نعم. احنا الثلاثه اللي ياخذوا من الاكل. نعم. محمد احنا اكثر من مره شفناك قاعد تسبحين ثريا ومايكل وشغلات كذي دائما تخلين الشغله هذه حقك. ايه لازم حق المره الشغلات هذه لازم تخل ثريا تخليها حق المره. نعم تشعرين في شعور معين وانت يا مثلا قاعد تغسلين بيدك ثريا ومايكل؟ طبعا الواحد لما تحس انك قاعد تغسل حيوان مفترس إيه؟ يعني شو يكون الاحساس ومغسل يعني شيء قطو ولا تكرم كلب يعني هاي حاسه نمر قاعد اسبحها إيه هي لما ترفع اصفصها وتلمس جسمها بجسمي انا احس يعني شعور
يعني من داخل جسمي شيء يعني، لان اي عادة ان هي تحبني واذا غسلتها ولمستها احس بحب. نعم. على فكرة سعد، بالنسبة حق النمر او القطو عموما يعني، ذيله الذيل لما يمك ويرفع ذيله ويسوي حركات، وكل ما يرفع لها معنى يعني، لها معاني يعني، وهذا شيء علمي يعني. أنا كلمك عنه، كل ما يحبك، كل ما يلصق يمك ويرفع ذيله يمك وحوش ذيله بجسمك، كل ما يحبك أكثر يعني، يبين لك يعني. هو هاي طريقة يعني طريقة التعبير بعيونه، بهزة جسمه، بحركاته. نعم. قبل أن أنتقل لموضوع ثاني، إذا بغيتوا تدشون القفص في أي وقت في أي لحظة يعني، ما تفكروا مثلا أن مايك وثريا اليوم يعني ما لهم خلق يعني مثلا أن واحد يدش عليهم، ولا خلاص يعني الثقة والتعامل الطويل من خلال السنين هذا فضلوا تدشون عليهم يعني؟ بالنسبة حق محمد لا، دش على طول في أي وقت، ما في أي وقت، في أي وقت يعني، ما في خوف يعني أن احنا خايفين منهم، لا. نعم. في أي وقت. زين الحين ننتقل، أنتوا الحين احنا في منزلكم الجديد، انتقلتوا من منزلكم القديم الى المنزل الجديد واحنا اللي قاعد نصور فيه الحين. ابو محمد، شنو التفكير اللي طرى عليك يوم انت فكرت انك تنتقل من منطقه الى منطقه؟ النبي مساحه التفكير حق مايكل وثريا من هالناحيه هذه. شوف سعد، بالنسبه حق هذيلا يعيشون عن غيري مستحيل، فنقلتي من البيت هناك لهني حدا أمرين، يا أما يكونون معاي يا أما يموتون. نعم. ما في غير هذا يعني، يعيشون برا ما يقدرون يعيشون برا، مستحيل. أنا مجربين الشيء هذا. أنا أخذت موعد من الطبيب أساس يخدرهم، لأن شفت تخدير هني يعني مع الأسف، وكان هذا همي الوحيد. أنا أخذت الأوكي من الطبيب من قبل لا أسوي خريطة البيت، الموعد كله كان يعني، ومن سنة ونص إلى يوم اللي نقلناهم كان هذا همي يعني. أنت قاعد تتعامل مع حيوان، وهذا الحيوان لو تأذي يخش لك سنة سنتين ثلاث ما عنده معنى. والتخدير اللي المتبع هني تخدير الله لا يراويك. أنا مجبور إن أجيب دكتور من برا، أنا عندي علاقات برا وعندي هذا. فكان همي الوحيد اني انقلهم، ولما تنقله وتجيب القفص هني راح يضرب نفسه وبعدين لما صار يوم النقل. اي عفوا ابو محمد، اتصلت على دكتور في لندن، اخذت منه موعد، وعدني يوم الفلاني اني اجي ويشيلهم وهذا، وقال اتفقنا على هذا ويا نفس الموعد. نفس الموعد. كنت وانت هني جهزتوا القفص كل والمكان شي جاهز، كل شيء جاهز، وجبته من المطار على اساس انه ثاني يوم بننقل. قلت له اذا في عندك اي ملاحظات على القفص تعال شوفه. ياه وشافه وتاكد منه، اذا في تعديلات او شيء ممكن نعدل فيه، بس انا مسوي يعني الحمد لله كل شيء حسب الاصول. نعم. عفوا ام محمد، خلاص يعني قال ان الدكتور باكر بيخدرهم، تقول لنا عن شعورك قبلها بيوم؟ وهي هاي بين بالفيلم ما يحتاج بالتصوير يعني. والله صدق يعني خفنا، اخاف يعني، بعد سبحان الله ما تدري ايش يصير يعني فيها هي. نعم. اي وخوف يعني، وايد خفنا، مو بس انا حتى العيال خافوا. نعم. نمتوا يومها يعني قبل هالليله يعني يوم اللي شالوها؟ الله يعلم. لا ما نمنا ولا نمنا ولا اكلنا وقاعدين يعني سحاره. متى اكلتوا؟ متى حسيتوا مثل انك خلاص استحتوا وطمنتوا على مايكل وثريا؟ والله هو يوم اللي بالليل رحنا هناك. ايه؟ رحنا هناك ما ادري شو اقول حق يعني، ما نعرف شنو اتحكي يعني، خايف فعلا خايف. صحيح ان الدكتور يعني عنده دارس دراسه عليا وعنده دكتوراه وعنده ماجستير بالادب وعنده خبره 20 سنه وما بقى شيء، وما يتعامل ما يتعامل مع بيكات والفنت والغوريلا، ويعني
يعني 24 ساعه وراح، بس لانه مطلوب مكان ثاني، هذول يروحون كل مكان يتنقلون يعني، عرفت شلون؟ وعارف انه متمرس وهذا، لكن محبتكم حق مايكل ثريا اكثر. يعني كنت تسالينه وايد محمد، عفوا الدكتور والله شكرا سالنا يعني ايه؟ لان خوفنا عليهم، حتى يوم اول ما خدرها شوف يوم قد طقتها هي خافت، انا اللي خفت مو هي اللي خافت، انا خفت. The secret of doing a good transportation is, of course, in the planning. إن السر في نجاح عملية النقل هو التخطيط لها. وسيد فؤاد أبل رتب العملية بشكل جيد جدا، وذلك بتوفير أكثر من وسيلة نقل. في حال إذا تعطلت سيارة تكون الأخرى جاهزة. وناقشنا الموضوع قبل النقل مع السيد أبل وحرمة قبل العملية ب24 ساعة. Planning is really the crucial part of any operation like this. من خلال خبرتك، هل رأيت مثل هذه العلاقة بين الإنسان وحيوانات مفترسة؟ أبداً، عادة نتعامل مع حيوانات السيرك، وأن الناس في السيرك علاقتهم وطيدة بحيواناتهم، ولكن في حالة السيد أبل العلاقة أقوى بكثير. هل السيد فؤاد أبل أول شخص له هذه العلاقة الخاصة مع النمور؟ أقول نعم. متى شعرت بنوع من الارتياح ان مثل مايكل ثريا الحمد لله صاروا زينين و... لما وتعود من البيت الساعة 6 الصبح او 6:30 صحوا وبس فيهم خوف بعد من المكان، بس يعني انهم صحوا وصاروا زينين بس طمنا عاد الحين يعني. كنتوا داخل هناك موجودين معاهم يعني يبنى واحدة يبنى ثريا وشيخ هنا محمد وياها بعد رح يبنى مايكل، بس عملية النقل يعني أنا أقول لك إياها يعني شيء يعني مو يعني ما تصورت أن أكون بهالسهولة يعني، الله سبحانه وتعالى يسر الأمور وهدى كل شيء يعني، حتى الدكتور يقول لي شنو هذا معقول، قلت لا تسألني أنا أسأل الله فوق، وهو سبحانه هو مهد كل شيء يعني، إلا هو يعني الدكتور عمره ما نقل من بيت لبيت، كانت عاملينه كله بالحدائق وحدائق كبيرة كان عنده استعداد يعني دكتور يعني خاف يعني سبحان الله يصير يعني أشياء، حتى عنده يمكن حوالي 10 أبر نزهبهم حاطهم يمه يعني يمكن تصحى يمكن شيء هذا يعني طوارئ حاطهم يمه. عفوا أم محمد، لحظة ولادة ثريا مريت بنفس الشعور يوم تخدير ثريا؟ لا، التخدير أكثر خفت، خفت عليها يعني الولادة لأنها صاحية وفيها ولادة يعني كلمني بس التخدير مخدرة ما أدري تصحى ما أدري ما تصحى هذا اللي الواحد خايف يعني. نعم أبو محمد، ما يكون شعور مثلا أنت وغيرتوا قفص مايكل وثريا صار القفص جديد الحين، ما يكون شعور مثلا أنكم ما تدخلون عليهم فجأة لأن تغير المكان يمكن تغير شوية طبايحهم؟ قاعدين داخل دي. عندهم قاعدين داخل يعني شوف هذه العلاقة اللي بيننا وبينهم هي سهلت أمور وايد يعني وايد أمور سهلت يعني، حتى خلال التخدير يعني كان يسألني الطبيب وهذا خلال التخدير يعني التخدير مو شيء سهل، انت حين تروح الطبيب بيخدر حاجه لا سمح الله حاجه
حق عملية. سألك فيك سكر فيك ضغط إذا هاش السئلة سئلة فيك سكر فيك ضغط. فأقول لك الدكتور جهز له تقريبا أكثر من 10 أبر، واحدة حق الضغط واحدة حق القلب واحدة حق التنفس كلهم جهزهم. يعني كان مرتب، كان فعلا مرتب يعني ترتيب، ولا خلى حد يدخل داخل البيت غيري أنا ومحمد. كان معنا ولدي أيمن، دخلنا داخل وجهز شغله كله 100%. يعني الفيلم كان ناقص شوتينج، ما خلى حد يصور، كان يعني فهمان شغله، يعني عارف شغله. وهم كان هو خايف، يعني يقول هذه أول مرة من بيت لبيت أنا أنقل. عادة بالحدائق من حيوان مسافة كبيرة، مسافة طويلة يعني. وكان الوقت شنو الوقت؟ كان في عز التزاوج، نص التزاوج. تعرف شنو معنات عز التزاوج؟ يعني الدم فاير. نعم. هذا كان خوف. نعم. بس الله سبحانه وتعالى يعني سهل الأمور. نعم. محمد انتقل لموضوع ثاني نخفف من ذكرنا في موضوع التخدير وولادة مايكل وثريا. أم محمد أنت عندك صديقات وأهل وحريم، شنو طبيعة الأسئلة اللي يسألونك عن ثريا؟ اليوم عرفوا إنه والله أم محمد دشت داخل القفص وولدت ثريا، شنو يسألونك؟ يقولون كلهم يقول لي ما تخافين، بعدين يقولوا لي ترى هذا حيوان مفترس يقدر فيك، كله يقولوا لي هالشكل. ايه؟ أقول ما في شيء، أنتوا تخافون بس أنا ما أخاف. ما تفكرين بكلامهم؟ لا ما أفكر عندك بكلامهم. عندك ثقة فيما تفري؟ إيه؟ لا يعني ثقة أكثر من لازم، مثل ما ثقتي في العيال. نعم. عطار العيال يعني ما أخذوك من يعني مثل مايكل ثريا من عيالك؟ لا عيالي مو صغار يعني، يا حال يا رضعهم كبار يعني، الواحد كل واحد يعني الحمد لله. والله احنا يعني الوالد كان تكرم يجيب كلاب او قطاوه وغزلان، يعني كان يعني عادي نتعلم معهم ونتعامل معهم يعني بطريقه عدله. بس اول ما جابوا النموره كانت يعني صغار، واحنا حبينا الفضول نشوف شلون طريقه التعامل معاهم، يعني ما كنا عارفين شلون واحد يتعامل معاهم، او هل كان مثلا يعني طريقتهم مثلا غير او شغله. والله شفناهم يعني بالعكس يعني يلعبون معاهم، اي يقضي اكبر وقت معهم. اي والله صراحه كنا يعني اي مكان نبي نطلع واي شغله كنا ماخذينهم معانا، يعني كانوا يعني بحجم القطط مالت المنازل الصغيره يعني. الحين انت محمد كبرت ومايكل وثريا كبروا، شلون علاقتك معهم الحين؟ والله يعني اقدر ادش عليهم، ادش على ثريا بالذات اكثر شيء، او اقدر مثلا يعني مثلا اول ما ادش مثلا ايام الدوام او اطلع او شغله اقدر اجيسها والعب معاها. لازم امك وابوك معاك وانت تدش ولا يعني احنا بروحك؟ هو دائما يعني اكثر شيء اذا امي كانت داشه او ابوي معي يعني. نعم. احسن كل معاهم بس. نعم. يعني الحمد لله ان يعني كل مره ادش معاهم يعني عملتهم معي ممتازه، مثل كانهم صغار ليومك هذا نفس الشيء. يوم مايكل وثريا بالبيت كم كان عمرك؟ كان اول مره تقريبا 11 سنه. 11 سنه. مع منو كنت تلعب اكثر؟ مع ثريا اكثر. انت اخترت ثريا ولا ايه هي حسيت؟ لا هي حسيت انه اقترب لي زياده يعني. اي انه في الفه صار. ايه. بينك وبين ثريا. ايه. تقول لي شنو كان ردة فعلك مثلا انك تلعب مع يعني فجاه حيوانات مثلا مفترسه كنت تشوفها بالتلفزيون، ان النمر واسد وحيوانات مفترسه، فجاه شفت النمر معاك. ايه. وانت كنت يعني كان عمرك 10 او 11 سنه، شنو كانت ردة فعلك وانت تلعب معاهم؟ يعني مو عاده مثل النمر، انا مثل القطو بس على حجم كبير. اي تذكر شغلات معينه من شقاوه نقدر نقول ثريا معك؟ في مثل نيب الالعاب احنا كذي دوما صغار كذي. ايه؟ يعني العب وياها اخذهم منها وتي تاخذهم مني مثل كذي. ابو محمد الرد على سالفه التخدير، الطبيب اللي قلت عنه يا من لندن اخذ استعدادات معينه ولا على طول اول ما وصل عطى الابره حق مايكل وثريا ابره التخدير؟ لا كان في تخطيط مسبق طبعا، يعني واحنا اخترنا ان ننقلهم بالليل، ننقلهم واحد واحد اساس لو لا سمح الله صار شيء يقدر يتفادى، يعني بدل ما يكون اثنين مخدرين يكون واحد. وجهز السيارتين احسن سبحان الله، لو سياره صار فيها شيء الا السيارة الثانية تكون جاهزة. كل شيء على حسب الأصول، يعني حتى طريقة تخديرهم
لما خدر شلون طلعنا ثريا وشلون دش مايكل مع ان هذا الحيوان عنيد لما ينام ما يقوم، شلون تسخر ذيك الليله وقام وعقب ما جبنا ثريا هني خلينا عند محمد رحنا ناخذ مايكل، طلع مايكل برا بالقفص البراني وضربه قام يتحرك، الحركه هذه مي زينه بالنسبه حق التخدير، فخاف الطيب عليه قال لي دخله داخل، قلت له هو يفتهم عشان دخله داخل انا احاول، والله بس قلت له مايكل دش داخل على طول دش، قال لي معقوله، قلت له فوق اكو واحد فوق يسوي كل شيء سبحانه. نعم كان الدكتور خايف ابو محمد يعني؟ كان خايف جدا، يعني عمليه مو سهله، عمليه مو سهله، لا تصورها سهله ان تطقم ابره وتعال، لا 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 عمليه جدا صعبه، ونظفهم نظف اسنانهم وفحص ثريا، حط ثريا جرعه اكثر من مايكل على اساس انه يفحصها من داخل ويشوفها، وعطاها برت بنسلين وتطعيم طعامهم، ويعني الحمد لله فضل الله كل شيء مشى حسب الاصول واكثر. يعني ابو محمد انتهزت فرصه مثل تخدير مايكل وثريا، سويتوا شغلات ثانيه؟ اي فحص ثريا، اول شيء ثريا اي يوم خدرها جابها هني اخذت تحليل دمها فحصها يعني في المهبل في المنظار عنده جايب معاه، يعني شاف اسنانها حتى كان في اسنانها في كلس يعني وايد نظف اسنانها، يعني فحصها كامل فحص كامل. واللي يمكن ما كان عنده جرأة يوصل عند مايكل وثريا يمكن صور معاهم او شغله معينه من عيالكم او دش انتزعوا فرصه فرصه هاي فرصه الكل صور. نعم مو بس هم مو بس العيال بعد. نعم ام محمد احنا قاعدين نشوف مثلا حتى يعني انت لابسه تايجر، يعني حتى صوره مثلا مايكل وثريا، هل هذا اللي يعني اثر على حياتك داخل البيت؟ مثلا حتى احنا بالطاوله حرصت ان تكون يعني يكون هالمجسم هذا حق النمر موجود. كل شيء بالبيت عندنا تايجر. أيه. كل شيء حتى يعني اكثر اللبس اللي نلبسه كله تايجر، التحف اللي داخل كلها تايجر، يعني الستاير اللي عندنا كلها تايجر، كل شيء أيه. تايجر يعني مو بس ان احنا حبنا حق التايجر الصجي، عندنا حبنا حق التايجر بعد التحف والمناظر وكل شيء عندنا حبنا. نعم ابو محمد على فكره احنا نشوف يعني بالافلام الثقافيه اللي تهتم في عالم الحيوان نشوف مثل الحيوانات المفترسه النمور والاسود تهاجم، يعني مثل تهاجم انسان يعني تهاجم حيوان ثاني في سبيل انها تحصل على الاكل. هذه الامور مثل انت تشوف الافلام هذه ما تحس بان مايكل ثريا يعني من الحيوانات المفترسه المتوحشين في يمكن يصير بينك وبينهم عداوه معينه؟ سعد اخوي الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء جميل، خلق ثم سوى الارض خلق فيها الطبيعه بعدين الحيوان بعدين بني آدم. إذا تلاحظ بني آدم أول ما خلق على الأرض حسب اللي احنا درسناه في المدارس وهذا إنه وحشي، طريقة أكله طريقة إلى أن تدرج شوي شوي. نرد على الطبيعة، الطبيعة جبارة، الحيوان اللي يتغلب على الطبيعة لا شك قوي، الحيوان يدافع عن بيئته عن أكله عن أولاده، بس لما يأكل يشبع وينقي الحيوان المريض. أنا قاعد أقول إياها بإيجاز يعني لا نطول، من يتس بطنه يحط رأسه وينام، لكن إحنا كبشر إذا يعنى أول شيء نفتر ندور الأكل، من يتس بطننا دورنا الأذية وين الأذية من أذي من من أنت عمرك سمعت حيوان يحش يذم بالناس يتكلم بالناس؟ من نعم. ما في غيره، هو المفترس، حيوان مفترس. نعم أم محمد ننتقل إلى موضوع ثاني. أم محمد بصراحة يعني مثلا في بعض الناس الحين يعني ما يحاسين بهالعلاقة اللي بينكم، يعني بين أم محمد بين أبو محمد بين محمد أحمد أيمن عيالكم، يعني يقول مثلا شنو هذا المربين النمور، ممكن انت تسمعين هالكلام، يعني شنو ردت فعلك على مثل يقول والله شنو مربين النمور ببيتهم؟ وايد يقولون ايه ايش تبون فيهم؟ ايش حق مربينهم؟ يعني نسمع ايه كلمات وايد نسمع، بس احنا ما لنا شغل فيهم، احنا حبنا في هذا الشيء يعني. نعم احنا ما لنا في كلام في الناس ابد يعني، هذا احنا نحبهم وعيالنا يحبونهم. هذا كان ترى في بادئ الامر، بس الحين لا
الحين تغير الوضع نهائيا يعني عقب الولاده فما يخافون انه يقدرون فينا يعني. هذا اللي خوفهم عليكم مثل كثره الاسئله هذه خوفهم يعني بس الحين لا تغير الوضع يعني نهائيا العالم يعني يقولون لما يكبرون يقدرون بس كبروا بعد اكبر من العالم ما يسالون انا يعني يسالون عن مايكل ثريا يعني جدا لان خلاص عرفوا انه جزء منكم صار جدا 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 جميل لما تشوف حرمه كبيره بالشارع تقول لك الله يحفظكم زين تسوون يعني كلمات جدا حلوه وراقيه نعم. انت تحس انه قاعد تسوي شيء يعني مقدرين ان شاء الله مقدرين الشيء هذا لا كثر الله خيرهم يعني نعم. الكويتيين ما نعم. شاء الله السؤال ابو محمد احنا سهرتنا اسمها بصمه كويتيه تعتقد يعني تربيتكم لمايكل وثريا لو بغينا مثلا بصمتكم الكويتيه في مايكل وثريا تعتقد وين؟ اول شيء خلني اشكر الاعلام المحلي من تلفزيون واذاعه وصحافه نعم هذيل هم اللي طلعوا ثريا بصوره حلوه وما قصروا حقيقه ما قصروا حتى الكتاب يعني اللي كتب شعر واللي عيني سفير واللي يعني ما قصروا حقيقه بالنسبه حق البصمه انا اعتبرها بصمه جدا حلوه اني انا استقطب الاعلام الخارجي من تلفزيوناته ومن جرائده ومن اذاعاته اذاعه جنوب افريقيا اذاعه مونت كارلو مرتين وكنت اطلب يحطون اغاني خليجيه وكويتيه خلال اللقاء وشراتها عندي كلها مسجله CNN قبل 3-4 أيام يا وهني صوروا النقل شايفين النقل في تلفزيون الكويت وطالبينه وعطتهم اياه وحطونا جرائد الصين انا وين والصين وين 6 جرائد 7 جرائد صفحه اولى LBC الفيوتشر عمان صباح الخير يا مصر يعني أنا كرواتيا واليابان او المانيا بالنسبه حق كرواتيا يسووا الالمان الانجليز الامريكان كل تلفزيونات العالم بدون استثناء وعمليه الولاده اطلبوا مني تلفزيون الماني ابيعهم الشريط بمبلغ من المال وهذا كان قدام الحضور بالديوانيه انا رفضت قلت تلفزيون الكويت للاولويه وباقي الدول كلها اخذت من تلفزيون الكويت حتى علامه شعار الكويت كلها على تلفزيونات العالم وهذا يكفيني شرف وتلفزيون الكرواتي سجل مرتين مره ادزون الشريط حطيته في استراحه الجمعه على ما اعتقد الشريط الثاني يدرس في كرواتيا حق الاولاد شلون معامله يعني هذا شيء جدا حلو وانا ودي اسوي اكثر من شيء طبعا اسم الكويت يهمني بالدرجه الاولى اهم من اي شيء ثاني وهذه بصمتي من اخبارنا مشاهدينا بعد هذه الاستراحه الاعلانيه NBC تكشف ان الاخضر بلومي هو ثاني اكثر اللاعبين مشاركه مع المنتخب الجزائري وبشر ونمور يعيشون بسلام تحت سقف واحد في الكويت تعتبر تربية النمور من الهوايات الغريبة والنادرة في العالم ولكن السيد فؤاد أبو وحرمه من الكويت استطاع كسر هذا الطوق وأن يقوم بتربية وترويض هذه النمور في منزلهما Вот уже несколько лет семья Абу воспитывает двух тигров. Их привезли в Кувейт в младенческом возрасте. Одного из Африки, другую из Англии. За каждую кошечку было заплачено по 100 тысяч долларов. Но дело разве в деньгах? Хозяева обожают своих питомцев, и те, надо сказать, платят им тем же. Смотрите сами. حرم هذا الحيوان من النطق، بس أعطاه إحساس. يعني هذا الحيوان أو غيره من الحيوانات دائما نحس إن الحيوانات تحس بوجود الخطر قبل بني آدم. شوف بني آدم مع التكنولوجيا اللي عنده ومع الرادارات وأجهزة الإرصاد الجوية إنما تشوف الحيوان هو يعلم بحدوث الزلازل والأعاصير From the Middle East, a pair of Bengali tigers serve as house cats in Kuwait. Imagine having a Bengali tiger as your own pets inside your home. Uncomfortable? Well, what about having two? For Mr. Fuad Abul and his family,
The two pet tigers, Michael and his mate Thuraya, constitute an important part of the family. Mr. Abel and his wife, Muhammad, have developed a very unusual relationship with the animals. A couple of years back, many TV stations worldwide aired shots of Muhammad helping Thuraya deliver her babies, as a friend would stand by a friend. The curious relationship has attracted worldwide attention as many scientists try to understand how an animal known to be one of the most ferocious on earth could be rendered into a pet. يعني انت شفت بالفيلم شلون احنا نحط الحراره وشلون تنام نسوي لها سونار. هذا انا اتحدى اي واحد بالعالم يسويه. لحد الان ما في فيلم يبين ولاده نمر. فشلون لما نكون انا ومحمد معاها بالقفص وقاعدين نولدها ومعنا الكاميرا وهذا ثقه. ام محمد دائما اول ما يجون مثلا وسائل الاعلام العالميه سامعين مثلا بالصحف ان ام محمد ولدت ثريا يصدقونك يجون يقول لك شنو الطريقه؟ اول شيء ما يصدقون. يعني ما يصدقون اني انا مولده نمر مولدته. يعني اقول لهم ابو محمد يقول لهم ما يصدقون لما يشوفون الشريط اللي انت مصورينه وقت الولاده يصدقون. لما بعدين اوريهم شلون اني انا ادخل عندها ذيك الساعه يصدقون. اما بالكلام كذي حتى لو يعني اي واحد انا اكلمه اني انا اكلم ثريا ناس ما تصدق. بس هذا الواقع اني انا قاعده اتكلم معاها. هي إيه تتكلم معاي في لغه موحده بيني وبينها يعني كلام. نعم. في أسئلة مثل غريبة يسألونك إياها وسائل الإعلام المختلفة؟ نفس الأسئلة. يعني يسألوني شلون توكلينهم، شلون تربيتهم، شلون معاملتك معاهم. هاي يعني الكلام هذا اللي يقولونه. نعم. أبو محمد في نهاية لقائنا ودك تقول شيء حق الناس؟ أقول كثر الله خير اللي يسألون ويقدرون. كثر الله على الخير. شعب الكويت طيب دائما. نعم. يعني يسألون عنهم وشلون ثريا وشلون مايكل وهالزوار اللي يجون كل الناس تبي ان هي تولد مستانسين يعني ويسألون ان شاء الله كريم ان هي كريم يعني الولادة يعني اكثر الناس اللي تسأل تبي ان ثريا يعني تجيب لها نسل ان تكون ام يعني. اي هذا ان شاء الله. هذا ان شاء الله بيد واحد احد يعني ان شاء الله. الله نسوي اللي علينا ظل الحياه يعني. الدكتور ما قصر يعني فحصها وشافها وهذا قال ما فيها اي شيء. هذا من ربنا ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم. وراح تكون مثل السبق لنا ان شاء الله حق الزول الكويت. اكيد هذا ما في حكي. هذا ما في كلام. بصمه كويتيه يسلط الضوء على اولئك الاشخاص الذين وضعوا أسماءهم في سجل مشرف تتحدث عنهم الأجيال جيلا بعد جيل. يفخرون بما قدموه للوطن ونسعد نحن بتسجيل تلك البصمة الكويتية.